مرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا ليالي رمضان في أجمل شهر في السنة في شهر رمضان. أهلا بيكم ومساء الفل، صباح الفل، صباح الفطار، صباح السحور والفول الجميل والفطار الجميل والقطايف والمكسرات والبندق وعين الجمل واللوز والزبيب. ياه على شهر رمضان وجمال شهر رمضان. أنا سعيدة جدا يا جماعة أن أنا بشتغل في شهر رمضان، ومش عايزه اقول لكم سعادتي قد ايه ان انا بعمل برنامج للشهر رمضان، ليالي رمضان. اهلا بيكم ومرحبا، ومعايا زميلاتي الجمال اللزاز الحلوين. استني استني، في شعريه في عيني. مش مهتمين ده من ساعه الفطار، مش مهتمين. هدي. واهلا بجمهورنا في الاستوديو، اهلا بجمهورنا اللي بيشوفنا مش حول في مصر، لا حول في مصر وفي كل الدول العربيه. يا جماعة حلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الرشوة. طبعا أنا عمري ما اديت لحد في حياتي رشوة عشان بخيلة. دي حقيقة. إزاي أديله رزقي وتعبي وفلوسي اللي أنا سهرت وتعبت فيها وضيعت فيها وقتي وصحتي وحياتي وسبت عيالي وبيتي عشان هو ياخدها عج جاهز بدون وجه حق وبدون أن يستحقها؟ فأنا ما اديتش لحد رشوة ولا بدي لحد رشوة، ولو وقفنا عند الرشوة أنا مستعد أطلع بقى بالمشكلة دي، أروح من وزارة لوزارة التجنيد لوزارة الدفن لوزارة المقابر، ولو إنيش أدفع 10 جنيه أخلص بقى مصلحتي. مين بقى فيكم دفع رشوة؟ هي مش ما اسمهاش رشوة، احنا لطفناها خليناها ادي مرادية تلاقي حاجتك مقضية. راضي، بس راضي بشكل ايه؟ راضي بشكل ان انت شايف ان اللي قدامك تعبان، اجهد في ان هو يخلص لك طلبك. اجهد؟ ايه؟ يعني مش كل الاعمال اللي بيقوم بيها ده، او مش كل الاعمال اللي بيقوم بيها ده زي ده زي ده. يعني انا مثلا ختمتي ورقه اجهدتي؟ لا مش شرط في ده، ممكن حد يسعالك في حاجه ويجري من هنا يجري من هنا فانت بتراضيه، ده بتديله تعبه، تعبه. لكن ده مش رشوه، مش رشوه، دي مشاهلاتي بالظبط. بالظبط ده بقى اللي بيصعب عليا، وده اللي بيتعب بدالي. يقول لي ارتاحي انت وانا هخلص لك، وبيقولها من قلبه، مش بقصد ان هو ايه هاتي وانا وريحي. ده مشاهلاتي يا حاجه. بدريه. ايوه. لكن انا بتكلم على الموظف اللي قاعد على كرسي بيقبض اجر شهري، بيجي الصبح يمشي الساعه واحدة، اللي بيعمل تك ختم اديك 10 جنيه. ده بقى اللي ماسك الختم ده هو اللي ممكن يبوظ الدنيا، ده اللي ممكن لو فعلا اخذ رشوه ممكن يدوس على ورقه بالختم كده تغير مسار واتجاه حاجات لحاجات تانية خالص. ده بقى اللي احنا ما نساعدهوش في كده، لانه ده بيخرب مش بيساعدك. لكن الساعي اللي هو يقولك لا حضرتك ارتاحي، لو شايفك ست كبيره، لو شايفك مثلا ست في وسط رجاله ممكن مثلا تتجرحي لو دخلتي في وسطيهم حد يضايقك، لا حضرتك ارتاحي وهو اللي جرى بدالك، فده اللي انت تراضيه. عارفين انا بحس ان احنا من كتر ما الرشوه بقت جزء اساسي من حياتنا، يمكن بنعملها بشكل متكرر، بطلنا نحس بيها. يعني زي ما البني ادم يبقى بيكذب بشكل متكرر فيبطل يحس بالكذبه اللي هو بيكذبها، احنا للاسف بقينا ندفع رشوه في اشكال كتير، منها مرضيه، منها عرق وتعب ان هو خلص لك الحاجات اللي هو على فكره مش المفروض يخلصها لك، لان المفروض ان انت رايحه مكان الموظفين هم اللي يخلصوا لك حاجاتك، لان هم ما بيعملوش شغلهم، فاتخلقت فكره المخلصاتي اللي هو برضو بياخد منك وبيدفع بشكل مباشر وغير مباشر رشوه، ما انت جزء من عرقه ده بيروح للناس دي عشان يخلص شغله. فهو من كتر ما الرشوه والمرضيه لو هنسميها بشكل اشيك يعني بقت جزء اساسي من حياتنا، بطلنا نحس قد ايه هي وحشه وقد ايه غلط. لا اللي بياخد بيحس انها غلط ولا اللي بيدي بقى يحس انها غلط، بقت شيء طبيعي ومنطقي وتماما وبتمارسيه في حياتك بدون ما تحسي ان هي مفروضه عليكي، اللي هو لا 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 فتيجي تعملي له كده يقول لك من عينيا. ده بقى بالظبط.
انت بصي يا بدريه، انت ما بقيتيش تعملي كده، انت داخله عارفه انك هتعملي كده من الاول، يعني فكره انك تسالي فيقول لك لا فتضطري تدفعي، انت داخله محضره، فمع الورقه صباح الخير خلاص، هو بقى فيه حوار ضمني كده ولغه ضمنيه انه انا رايحه اخلص وهدفع في المقابل. بس يعني سؤالي بقى، هل الرشوه بسبب الفقر والظروف الصعبه، ولا هي بسبب اخلاق وانعدام ضمير؟ بقت عاده بسبب الطمع، بقت عاده كمان، في ناس بقت عندهم عاده. أيوة، هي بتقول لك ايه سببها؟ سببها الطمع، انك طمعانه في اكبر من مرتبك بما لا تستحقي، ما بذلتيش مجهود عشان تاخدي ال20 في ال20 في ال10 في ال10، فبترمي بلاكي على البشر، فبتاخدي فلوس حار ونار في جتتك وبيتك وفي عيالك. عشان كده المرتشي دايما يقول لك وانا ما بتقدمش لقدام ليه، وانا منصاب دايما ليه، مهما اخذ فرحان فرحان انه خد، مهما خد بقى ما يبانش عليه، تلاقي مثلا جاب فيلا على البحر، تلاقي بيته اللي في مصر ولع، جاب فيلا في العين السخنه، تلاقي عربيته ولعت، تلاقي مراته طلقته، تلاقي عياله بيشموا، ما انت فلوسك حرام. لا وبعدين يا انتصار، انا عايزه اقول حاجه كمان، هو اللي اختار الشغلانه دي وبالمرتب ده عشان الظروف المعينه دي، فما تجيش تشتكي، لان البني ادم، انا مقتنع ان البني ادم اللي بيسعى ربنا بيديله، لكن انت هتقعد مكانك وعايز ترتاح وتروح تمشي في وقت معين وتمشي في وقت معين وتروح او ما تروحش وما وتاخد اجازات بمزاجك ورضيت بالمرتب الصغير في مقابل ان انت تاخد رشوه، يبقى انت اللي اخترت. على فكره ده مش وضع اتفرض عليك، ده وضع اخترته انت بنفسك. الرشوه دي عاده سيئه جدا بقت موجوده، بس عايزين نعرف ديت عاده ظهرت في العصر الحديث ولا طول عمرها موجودة من زمان. جوزي يديك النهار كان راح المرور عشان يرخص الحمار اللي نفعنا. يتلككوا على ايه بقى المرتشين؟ ايوه يروح قال ايه الحمار ديله مش منفوخ واخره مش منفوش وبتاكله برسيم 90 ولا 95. هو في حد يخشى عنده فلوس ياكل برسيم ب 95 واحنا لاقيين ناكل؟ اول ما الدرج اتفتح وجوزي حط نص وقيه الدهب، بصي رخصه المرور طلعت لخمس سنين قدام. ولا احنا بقى راح برضو يعمل الحمار بتاعنا خاص له، قال ايه نهقته فيها بحة تأثر على الزمارة. يمكن مريض، شكله حامل. هو ذكر ولا انتايا؟ ذكر بس شكله ماشي ماشي بطال. مدام لو سمحتي، مدام انا عايزة اطلع شهادة ميلاد لبنتي. حقك، طب ما تروحي تطلعي شهادة ميلاد. طب ما انا يعني انا جاية اطلع شهادة ميلاد. انت ولدتي في انهي مستشفى يا حبيبتي؟ ولدت في مستشفى الاهرامات. طيب روحي طلعي الشهاده بقى من هناك انك ولدتي هناك وتعالي لنا. حاضر. استني بصي عشان اسهل لك. هتجيبي شهاده يا حبيبتي من اتنين موظفين مرتبه ما يقلش عن اربع عقيات دهب انك عايشه. نعم؟ افرجي ميته ورجعتي تاني. بعوزتي. بعوزتي؟ وهتجيبي لي يا حبيبتي بقى من معبد الاقصر اللي في وش محطة القطر بتاعت الأقصر. أوف يا ربي. روحي حبيبتي بسرعة بقى. عايزة حاجة تاني؟ أيوة، تجيبي اتنين شهود يقولوا إن هما شافوا بعينهم القرن وهو بيتش. أجيبه منين ده؟ من أي حد. بس أنتِ مبهدلة نفسك كده ليه؟ أما أنتِ ست عبيطة صحيح، ما تبعتي جوزك هو اللي يخلص كل الإجراءات دي على الأقل نعرف نتفاهم معاه، أنتِ شكلك ساذجة. اولا يا مدام جوزي مسافر. استغفر الله العظيم يا يبقى رب. يبقى جبتش العيل منين؟ اخصى عليكي. ده مكان سجل حكومي لعدم خلط الانساب، لازم ندقق، الدقه مطلوبه. فاكرانا ايه مرتشين؟ فاكرانا ايه فاسدين؟ فاكرانا ايه بنفتح الدرج؟ احنا مش بتوع، ادينا مراديه عشان تلاقي حاجتك مقضيه. ولا عمرنا هنبقى كده ابدا. طب يا مدام يعني كنت عايزه اقول لك قبل ما امشي، كل سنة وانتي طيبة. أبو قصم بقى. ها وانتي طيبة يا ست العرايس. بقولك ايه يا هميس؟ نعم. معكيش يا حبيبتي طابع دمغة فرعوني منطور هنا ولا هنا؟ متشل الحبايب. ما بيطلعش للغاليين. بقولك ايه يا هميس، ما عندكيش طلب اثبات نسب مركون هنا ولا هنا؟ وانا حركنه هلاقي درج احسن من كده ولا اامن من كده.
اتفضلي يا حبيبتي، ده الطلب ده عشان كنت تطبعيه، كنت انت تسافري الجزائر. ده انا حطاه هنا بيتطبع بقاله يومين. اتفضلي يا حبيبتي، فوتي علينا اي وقت وشرفينا. يعني خلاص كده؟ تمام يا روحي. مش عايزين حاجه خالص؟ خالص يا حبيبتي. يعني مش عايزين مثلا شهاده بتقول ان انا عايشه؟ ما انت حيه ترزقي اهو. بسم الله ما شاء الله عليكي، بتفوقي على نفسك ليه؟ لا 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 لا، ده انت سليمه سليمه 100%. تاخدي قرن؟ يعني انا تمام كده؟ تمام يا حبيبتي. ومش عايزين مني حاجه؟ لا يا روحي. وفل الفل. انت طول ما انت بتدي مرضيه حاجتك هتبقى مقضيه. انا امي سقطت في القيد وجاي اعمل لها تسجيل عشان اعلان الوراثه. غلطاني؟ ايه ده؟ سبتوها تلعب وتتمرجح وتتارجح وما تذاكرش طول السنه. مين اللي تذاكر؟ امي خلاص فاشله. مش بتقول سقطه؟ اه. احنا مالك، اتذاكرت. انا مش جاي احجز رحله هنا، انا جاي اخلص ورق امي هتضيع يا ناس. واحنا قلنا لك ادفع مرضيه هتلاقي حاجتك مقضيه. فليقف الكل في مكانه. يلاوي. اللي قاعد قاعد واللي واقف واقف واللي نايم نايم. المفتش كرومبوس. ايه اللي انا سمعته ده يا هواني منك ليها؟ حصل ايه؟ كفلة الشر. كفلة الشر؟ البراءة اللي نزلت عليكي فجأة؟ أنا مكاني ده ما يحصلش فيه رشوة أبداً. رشوة؟ أيوة. حد الله. ما بيننا وما بين الرشوة يا باشا. شاوري على اللي أخدت منك الرشوة حالاً وما تخافيش. ما تخافيش. دي قص الفساد. لو سمحتم انا عاوز ابقى لوحدي حالا من فضلك، ممكن انتحي سيري مع موظفين؟ لا انا عايز اروح القسم يا باشا. ما انا مش هسيبك. ما يعدوش المواطنين كده يتهموا الشرفاء الموظفين اي تهمه كده. لا دي مش شريفه يا كولومبوس. لا لا يا هانم، مستنيني على الحصان بره. التهم الجزافي دي لا. بعد اذن حضرتك يا استاذ اطلع استناني على الحمار بره. اخسى عليكي. اخسى على امك. عملنا ايه النهارده؟ عملنا ايه؟ كله في الدرج. الحمد لله انا درجي معايا. ايه ده؟ لا انا ما مديش ايدي هنا في الدرج، انا عايز درج خشب اهو. ايه ده؟ عملنا كام؟ عملنا بالطين وخمس قويات ذهب وقويتين فضه ومفتاح الحياه مخبيه جوه. مفتاح الحياه مخبيه جوه؟ فتنت عليكي صاحبتك. طب وانا نصيبي ايه من كل ده؟ ما انت عندك يا اخويا جمعيه بقالك شهرين ما دفعتهاش مع انك قبضها الاول. طب ما تخلوني اخد النهارده. تاخد ايه؟ ده احنا اللي في وش المدفع، احنا اللي بنرتشي، احنا الفاسدين، متراقبين بالكاميرات يا حبيبي وتليفوناتنا متراقبه والنيابه الاداريه لما تيجي تاخد حد بتاخدنا. خلاص. ومين اللي في الجرايد كلابوش؟ احنا. خلاص. كرهتوني في السرقه وفي الرشوه. مش لايق عليك يا مرتشي. ادفع مرضية هتلاقي حاجتك مقضية. بس انا سلمتك. وانا ايه؟ حد الله. حد الله ما بيننا وما بين فتح الدرج. حد الله ما بيننا وما بين الحرام. الدرج بيتفتح لوحده. وانا غالبا بعد ما دفعت الرشوة استخسرتها. يعني بعد ما دفعت الرشوة واخدت الدمغ واخدت البردية الحلوة استخسرتها. لا انتي كنت جاية بنية برضو مبيتة، انتي فاكرة وقتك هتخلص في ثواني، فلقيتي قدامك يعني ايه شياطين زبانية، فقلتي طيب اخلص الورقه واخد ورقه تشيف. هتشوف احلى ما في الموضوع ان احنا شبعنا اكل خيار وجزر. نقشر وناكل نقشر وناكل. لا بس انا عجبني جدا لما كنت بقول ايه، هو انت فاكر الرشوه دي ايه؟ دي ليها ناسها. انت فاكر اي حد يبقى فاسد كده؟ تخسس. السوق اتملى من عيال اشبال مش فاهمين اصول اللعبه. لكن اللعبه ليها ناسها. ليها بروتوكول. اللعبه ليها بروتوكول مش اي حد. الفساد ده مافيا كبيره. لا بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انه كتير من المصالح الحكوميه فعلا بقى مش بجامل، يعني في تحسن وفي محاولات للتحسين، يمكن على القاهره في محاولات بس يمكن برضو في القاهره. يعني انا متاكده ان المحافظات برضو بتعاني من حاجات كتير قوي ومشاكل كتير. لا عددهم اقل من القاهره، في المصالح الحكوميه ما عندهمش مشاكل قوي. لا المحافظات عشان الناس هناك قليلين ويعرفوا بعض يتكسفوا يعملوا كده. لكن عندنا هنا المجال مفتوح والعدد كبير جدا، الجمهور كبير في التعامل مع المؤسسات دي ف متاح. على فكره الموضوع ده ممكن يتحل ببساطه جدا يا جماعه، كل المؤسسات الحكوميه تركب فيها كاميرات وسماعات بس. مين هيراقب؟ فواحد موظف بس، واحد او جهاز يراقب كل صوت وكاميرا وحركه الموظفين. لا لا لا، معمول ده معمول ده في بلد رحتها ونسيت الشنطه كلها قدام اللي بنشتري منه، رحت مشوار كبير ورجعت شنطتي قال لي هنا. طب
ايه يعني ايه الحكمه في ان يعني دي شنطه قد كده ما اتاخدتش ليه؟ لان في كاميرا عليه خاصه كاميرات مراقبه بالظبط، يعني مش مساله ضمير. لا بس الكاميرات دي بتبقى مسجله اليوم كله، مفيش حد قاعد اون ذا سبوت بيراقب في نفس الوقت، فاهمه؟ وبعدين احنا برضو عددنا 90 مليون وخدماتنا بيشتغل فيها كام مليون. أيوة فبرضو المراقبه على العدد ده كبير. فلان ده اخذ مني رشوه، اثبت، ارجع للكاميرا حضرتك. طبعا طبعا صح. وعلى فكره اي متبرع ممكن يركب كاميرات وعادي. طيب سيبونا بقى من الرشوه عشان دي سيره مش حلوه. مش حلوه ايه ده، انت كنت مستمتعه جدا بالسكتش. يلا نطلع فقره يلا نغني ونستمتع بالغنى مع عصام اسماعيل. ومعانا في فقرة يلا نغني كالعادة الفنان عصام اسماعيل. أهلا يا عصام. أهلا بك يا قمر، منور الفقرة. خلاصي. آخر مرة دفعت فيها رشوة كان إمتى؟ دلوقتي هبقى أجيب لك أهو. بتجيب لي دفعت رشوة؟ أيوة عمال أقول لك يا قمر. أنت عايز منك إيه عشان تدفع لي رشوة، ولا أنت عايز مني إيه عشان تدفع لي رشوة؟ ما هي الرشاوي أمانة. وحبيبي بابا رشوة، أموري بابا رشوة. بس كده هو فهمنا إن في رشوة لفظية طبعًا، ورشوة مادية ورشوة نظرية. طب احكي لي أغرب رشوة، يعني لازم تحكي لي حاجة عن الرشوة. لا ما كده هنتحبس. طب عملنا حاجات كتير. طب اتكلم عن الرشوة العاطفية. رشوة العاطفية، أنا هدفع رشوة عاطفية. طب اتكلم عن المرضية. طب اتكلم عن المرضية. لا ده كتير في كل حتة. بلاش الرشوة، مرضية. لا المرضية دي في كل حتة، خلاص بقى أسلوب حياة يعني. صح؟ أه والله. أنت تركن عربيتك في الشارع تلاقي نفسك بتراضي واحد في الشارع أنت ما تعرفوش. بالله أنا وأنت في الشارع يوميًا 100 جنيه. مال الحكومة وأرض الحكومة. أنا يعني أنا بنزل مثلًا أشتري حاجة، مثلًا أسيب العربية وأنزل، مفيش دقيقتين بقى عشان بولع انتظار عشان محدش يجي لي يمسح لي العربية. أو مولع انتظار. تاني أنت بتنفعل كل ما تنفعل. مش عارف. انزل اجيب حاجه من العربيه الاقي واحد بيمسح، اقول له شكرا ان دقيقه واحده. يا باشا كتر خير. واول ما يشوفني بقى ايه ده فنان ما شاء الله مش عارف. طب لازم بقى الخمسه دي ما تنفعش ولا العشرة، لازم 20. لو اديته خمسه يقول لي اه لو فنان بخيل يعني البصه دي يعني عالم زباله على طول. فخلاص يعني هنعمل ايه، والله بدفع اكتر من 100. طب ما تسمعنا حاجه عن الرشوه. انت رومانسيه النهارده قوي، خلي بالك جدا الفورمه اللي عاملاها في شعري محولاني. عايز تمشي المصلحة فوت شوية وتجيب لي نجفة ومروحة وخلط هدية. عايز تمشي المصلحة فوت شوية وتجيب لي نجفة ومروحة وخلط هدية. 2000 جنيه حلوين كده مش رشوة دول منك كده. 2000 جنيه حلوين كده مش رشوة دول منك كده. والإمضة هي خلص نفسك بقى ويايا وحدي في هنا في الدرج. ده أنا في الشركة ده يا ابني حكاية مش شرابة خرج. خلص نفسك بقى ويايا وحدي في هنا في الدرج. ده أنا في الشركة دي يا ابني حكاية مش شرابة خرج. تدفع زيادة أجيب لك إفادة وكل حاجة تخلص أواب. أشوف فلوسك أطلع وأبوسك تلاقي كل مني اهتمام. خلص نفسك بقى ويايا وحدي في هنا في الدرج. الشركة دي يا ابن حكاية مش شرابة خرج. عايز تمشي المصلحة فوت شوية وتجيب لي نجفة ومروحة وخلط هدية. لا يعني عايز اعرف الوحي بقى، الوحي ده بتاع الكلمات الغريبة دي اللي هي ليها علاقة بكل موضوع مع اللحن اللي انت بتختاره ازاي بيجوا، يعني ازاي بتركبهم على بعض؟ لا هي لا هي الحمد لله بتبقى موهبة، يعني انا ممكن اي اسم يتقال قدامي اي حاجة ألف عليها في ثانية. دي موهبة من عند ربنا. في ناس لازم تقعد، يعني في شاعر بيقعد بالست شهور يكتب لي على حاجة. هو عارف نفسه، هو عارف نفسه والله. ادي له اغنيه اقول له دي مطلوبه ما فيش يومين يقول لي حاضر. ست شهور يظهر يقول لي انا كتبتها. قلت له يا ابني خلاص خلاص ولادي هيورثوا الاغنيه خلاص. لا وتتصل بيه ما يردش. ما يردش والله. ويختفي تروح له البيت. هو عارف نفسه وعارف نفسه وعارف وهجيبك وهجيبك هجيبك. وتقول له بتعمل ايه يقول لك بفكر. قول لي انا اقلده بس هو هيزعل مني.
قال لي يا عصام مش بفكر بركز عشان الحاجه تطلع حلوه. خلاص مش عايزين نقول اكتر من كده. بقولك تروحي البيت، تروحي البيت ما تلاقيهوش، تكلميه في التليفون ما يردش، وتساليه بعد ست شهور طب كنت فين؟ يقول لك انا بطلع الاغنيه. مشغول والله. طلع الاغنيه يا ست، مش عايزه تيجي السطر التاني، ما كانش عايز يجي خالص. مش عايزه اقول لك حاجه حلوه. تروحي الحاجه الحلوه اللي بتقعد سنين. القافيه في الاخر قفلت معايا، اضطريت اروح اسكندريه اقعد على البحر بالليالي والايام والشهور. وانا شهور باكل زلط ما بعتش الاغنيه. طب يا جماعه تعالوا نطلع تقرير نشوف احمد الخطيب عامل لنا تقرير ايه في الشارع ونرجع تاني، استنونا. ورقة ناقص فين الشهادة؟ فين الأختام؟ فين المعلوم؟ المذيع ده معروف؟ ده معروف المذيع. قول له معروف. جاهزين؟ انت اخر مره دفعت فيها رشوه كانت امتى؟ اعوذ بالله. ما بدفعش رشوه خالص. هندب هطلع بيت على الاسم. هي اللي مضيعانا. هنعمل ايه طيب؟ طب خلي بالك عشان انت ممكن تتسلم تسليم اهالي وابوها لواء وممكن يظرفك. عايز تخلص رخصه، عايز تخلص اي حاجه، هتدفع فلوس عشان تخلص حاجتك. مش هتخلص اي حاجه. ال 500 بتنشي الدنيا وعليهم 100 تمن الرسوم. جات لك رشوه مليون جنيه هتاخدها؟ اكيد طبعا. كنت في الكليه وكنت عاوز انجح وكده فدفعت عشان انجح. لو في حد تعرفه ممكن يخلص لك، يعني يسهل لك الاجراءات شويه. وانا قاعده في البيت لازم اخلص كل حاجه على فكره بالرشوه. اوعى تكون فاكر ان دي رشوه، ده الشاي والقهوه علشان حطوهم. سيب ايدي عشان ما بكلمش، وانا جيت جنبي ما بكلمش مرتشين. اتفضل يا باشا. ورجعنا لكم وشفنا احمد الخطيب عمل حاجات جميله جدا، ولسه بنتكلم في موضوع الرشوه. موضوع الرشوه ده موضوع خطير جدا يا جماعه. في يعني اراضي دوله، في بلد بتضيع كامله بالرشوه دي. فجأة الأرض بتاعت محمدين إسماعيل، فجأة الأرض بقت بتاعت بدرية محمد إبراهيم طلبة. الدنيا بتتغير بالرشوة دي، دي حاجة خطيرة. مفيش حاجة للانتصار طيب؟ إيه؟ مفيش رشوة، مفيش حاجة للانتصار؟ هي انتصار عندها إيه غير الستر اللي بنطلبه من ربنا؟ اغزي لعين اغزي. ربنا يكرمك. الستر يا رب والصحة. الحمد لله احنا متعشيين ونربي عيالنا يا رب. مش عايزين حاجة من الدنيا. فترة ليل وسحرين. ولا عايزين حاجة في الدنيا، ولا عايزين حاجة من الدنيا، وسيبنا الدنيا لأهل الدنيا. اه يا عيني. لله يا محسنين لله. عصام بقى لازم بقى كده وانت كده رايق وهادي ولذيذ كده تغني لنا اغنيه على ذوقك كده تنعنشنا بيها في رمضان. انعنشك؟ اه حابه تنعنش. لا تنعنشنا بيها. آه مش نوى. يلا غنوا معايا بقى. يلا. يا بنت السلطان حلمك على الغلبان، الميه في ايديكي والعصا عطشان. بنت الغليل مين في حلاوتك مين؟ عمري وانا جيلك ماشي يا بدريه سنين. واسالي اسالي اكتر، الميه في ايدك سكر. اسالي يا حلوه اكتر، الميه في ايدك سكر. على كوبري عباس ماشيه وماشيه الناس، ماشيه تبص عليكي يا فروطه وانا ازعل. على 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 كوبري عباس ماشيه وماشيه الناس، ماشيه تبص عليكي يا فروطه وانا. يلا يلا يلا. اسقيني اسقيني اكتر، الميه في ايدك سكر. اسقيني يا حلوه اكتر، الميه في ايدك محسوبك عدوية بحب المزدية، والمزدية من اسكندرية والدول العربية. محسوبك عدوية بحب اسكندرية، ومصري دي بلدي والدول العربية. واسقيني اسقيني أكتر، المية في ايدك سكر. اسقيني يا حلوة أكتر، الميه في ايدك سكر. اللي سفر ده بفكرونا اديله رشوه 20 جنيه.
مشاهدينا يلا بينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا الجميله جدا، استنونا بعد الفاصل.